هو سياده النقيب ده يعتبر زي ما حضرتك قلت ان دي اكبر جمعيه عموميه انا شفتها في نقابه المحامين. جمعيه عموميه عقدت في ظروف غايه الصعوبه. اولا دايما جمعيه العموميه بتاعتنا دايما بتبقى في اجازات قضائيه. جمعيه عموميه عقدت في وسط العام القضائي في ظروف جويه غايه السوء. انا على ما ازعم ان لا في اضعاف الاعداد دي لو الظروف الجويه ووقت توقيت المحاكمه كان وقت متاخر عن كده مش الساعه 9 صباحا كانت هتبقى اضعاف الاشخاص دي موجود. دي بتوصل رساله ان ده اول تجمع للمحامين بعد ما اتخذوه مجلس النقابه العامه برئاسه معاليك من خطوات جاده من حركات الجدوى. النهارده حتى المحامين اللي ما جوش او ما حضروش المحاكمه الجلسه ما فيش محامي في مصر مشتغل بالفعل في المحاماه الا وكان حريص انه يكون موجود في اليوم ده. ممكن تكون ظروف الشغل، ظروف المناخ، ظروف بعد المسافه عن بعض المحافظات، دي اللي حالت عن كثير من الحضور في اليوم ده. دي كانت رساله زي ما حضرتك قلت يوم مشهود في تاريخ نقابه المحامين يجب ان نبني عليه في المستقبل. المحامين اللي اول مره يتجمعوا من بعد المجلس ما خد قضاوات المحامين اتعذبت وكنا بنشوف المحامين بتشتكي في المحاكم والكلام ده النقابه عذبتنا والمجلس عذبنا. لا المحامين لما جم ياتي المعركه في الميدان على ما اظن ما تخلوش على نقابه المحامين. دي امر يجب ان يبني عليه المجلس في خطوات القادمه نحو السير والاستعداد للمعارك القادمه. الحكم ده مش هيكون نهايه المعارك. الناس دي بتدافع عن مساله وجود بالنسبه لهم. زي احنا بندافع عن مساله وجود لنقابه المحامين احنا كمجلس ومحامين مشتغلين هم بالنسبه لهم عندهم حلم عايزين يوصلوا له فاكيد مش هيبطلوا الدعاوى. فانا بنضم للاستاذ مجدي والاستاذ خالد في الدول للزملاء من الاستعداد القانوني للمعركه القادمه. ده وجهه نظري وده يوم كان ممتاز جدا في تاريخ نقابه المحامين.